كابتن فاروق وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه والمتحدث الرسمي كان هو اكيد شيء يدعو للفخر. اخيرا النادي الاهلي ان شاء الله وكل جمهور النادي الاهلي هيكون عندهم استاد، وهو ده الحلم اللي كان بيحلم بيه كل جماهير النادي الاهلي في كل انحاء المعموره، واكيد شيء يدعو للفخر لاي عضو في النادي الاهلي او اي واحد او اي فرد من جمهور النادي الاهلي. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اعلن عن مشروع القرض وهو استاد النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات المهندس طبعا عدلي اللاقيع المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس برحب بك في البدايه وببارك لك على الانجاز ده والمشروع الضخم ده اللي تم الاعلان عنه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو كان الواحد عمره كله يختزل في هذه اللحظه كفايه حقيقي. يعني اللحظه التاريخيه اللي احنا بنعيشها دي شفنا مشروع لا يعني لما يتنفذ هيكون حاجه من الحاجات المبهره جدا والمتكامله ايضا، يعني بيحتوي على كل عناصر الرياضه والترفيه والتسويق ومعلم من معالم السياحه، حاجه رائعه جدا جدا وحلم طال انتظاره. نرجو ان تتسارع الخطى في تنفيذه باذن الله. باشمهندس مجلس الاداره الحالي فور توليه المسؤوليه ابتدى على طول شغل من خلال مباراه الامس مباراه اتلتيكو مدريد اللي تم الاعلان عنها فور تولي المجلس المسؤوليه، وايضا النهارده انجاز جديد وحدث جديد بيعلن عنه مجلس اداره النادي الاهلي وهو هذا المشروع. بتفسر ده بايه؟ وده اكيد حب النادي الاهلي واهميه تنفيذ مشروع عائله النادي الاهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب والقائمه الخاصه به. المساله ان لما كان ابان الجولات الانتخابيه كان ينظر الى هذه الاحلام انها وعود واحلام قد لا تقبل التحقيق، وخصوصا في الفترات الزمنيه الوجيزه اللي كانوا بيتكلم عليها البرنامج يعني. ولكن لما تشوف كثافه الاجتماعات وكثافه التحركات وحجم السفر وحجم الاتصالات وكميه الشخصيات التي تم التواصل معها نجد ان الموضوع كان بيعد له اعداد جيد، وان المساله مش مساله احلام غير قابله للتحقيق، وباذن الله نشوف ثمار هذا الامر، وان كل ما وعد به اعضاء الجمعيه العموميه باذن الله هيتنفذ في التوقيتات اللي اعلن عنها باذن الله. السعاده باينه في عينيك بصراحه، قول لي حجم السعاده بالنسبه لك النهارده. انا بقول لك يعني كنت دايما اقول هل يعني العمر يمتد بيا وربنا يكرمني ان انا اشوف هذا الحلم، فكونه يعني اشوفه ولو في حجم مشروع قابل للتنفيذ دلوقتي باذن الله، يعني ربنا بفضله برضه يكرمني واحضر الافتتاح يا رب. ربنا يا رب يديك الصحه وتكون متواجد في هذا الحدث الكبير. لكن النهارده ايضا المشروع مش بس مجرد ملعب للنادي الاهلي، لا ده ايضا مشروع متكامل في كل الجوانب وكل الاشياء اللي تخص اعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. هذا مشروع حياه، اللي عايز يتفسح هيقضي اوقات غير مسبوقه في هذا المكان، هيتسوق، هيشوف رياضه، هيشوف سينمات، هيشوف مسارح، ده يعني عمري ما تخيلت ان يبقى في مضمار رمايه دولي في النادي الاهلي. يعني كل حاجه المقصورات، خلي بالك حوالي 160 مقصوره دول لوحديهم دخل غير حد ما حدش يعرف يتخيله، لان هي بتتاجر لكبار المستثمرين بمبالغ سنويه طائله. لا مدروس دراسه رائعه جدا ودقيقه جدا وواقعيه جدا. تفسر بايه حب الشديد من العرب سواء السعوديين الاماراتيين للمساهمه في هذا المشروع الضخم بالنسبه للنادي الاهلي؟ حجم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي الذي يعني عندما يتراكم يصل الى الذروه التي تشد انتباه الجميع. ولما كنا بندافع على كلمه قيم وثوابت وتاريخ الاهلي كنا عارفين انها اغلى حاجه، كنا عارفين ان هو ده اللي بيجيب كل حاجه بعديه، وكنا مقوله ان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. كل يوم بتتجلى المعاني الحقيقيه لهذه الجمله. انا سعيد جدا وارجو يا رب يكرمنا ونشوف هذا الحلم. باشمهندس فيما يخص اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده كان في اجتماع منذ الصباح واكيد هيكون في قرارات مهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، هل في جديد ولا الاجتماع لسه ممتد؟ كابتن الخطيب انهى هذا المؤتمر وهرول مع مجلس ادارته الى النادي لاستكمال الجلسه، وانا هروح لهم دلوقتي.
لكن من عندك انا بحاول اجهز لمفاجاه اعلاميه هتكون محترمه جدا في برنامج ملك وكتابه بكره، ربنا يسهل نقدر نعملها. اعتبرنا طب برنامج ملك وكتابه اقول اي حاجه اي مفاجاه. ما هي بقى حلاوتنا ان احنا ما نقولش حاجه قبل ما بتحصل. ماشي يا حبيبي. الف مبروك يا باشمهندس. شكرا ليك، الله يبارك لك. ده طبعا كان لقاءنا مع المهندس سعد لقي احد رموز النادي الاهلي وايضا المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي. الواحد مبسوط جدا، كل جمهور النادي الاهلي اكيد مبسوط جدا. مش مجرد كانت وعود من مجلس اداره النادي او من القايمه اللي تم ترشيحها عشان تكون متواجده كاعضاء مجلس اداره في النادي الاهلي، لكن هي مش بس وعود، هي ان شاء الله وعود بصدد التحقيق عشان تسعد كل جمهور النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. عوده ليك يا كابتن فاروق في الاستوديو، واكيد انا عارف ان انت مبسوط وكل الضيوف اللي معاك مبسوطين. عوده ليك طبعا يا امير، بشكرك وطبعا بشكر